مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ان شاء الله. المهم غادي يكون على هاد ستارسات 4080. المهم فيه المشكل، غادي نوصلو ب 12 فولت ونشوفو. بسم الله، يعني الواجهة ماشي عال فيها والو. المهم غادي نحيدو هاد 12 فولت ونفتحو الجهاز بسرعة. هذا كيتفتح مافيهش سميتو، مافيهش البولونات اولا الفيسات. تفتح هكا دغيا غيتفتح. المهم نديرو ليه هكا ونشوفو. غادي نعاود تاني نوصلو ب 12 فولت ونديرو شي قياسات ونشوفو ان شاء الله فين كاين المشكل، علاش ما بغاش يخدم الجهاز ولا ما بغاش يشعل. المهم غادي نعبرو اولا مدخل 12 فولت. 12 فولت كاينه، كندير تما السيركوي زعما نعبر هنا. 12 فولت كاينه، يعني نشوفو 5 فولت. 5 فولت كاينه، يعني تكون في واقيلا 1.8 فولت. ما كايناش، شوفو هنا الدخول حتى 3 فولت كتجي لهنا، ما كايناش ولا 3 فولت واقيلا. شوفو هنا 1.1 فولت كاينه، هنا خص تكون فيه 3 فولت، 3.3 فولت ما كايناش. المهم بعد ما درنا شي قياسات استنتجنا بان واحد الفولتيه هنا ما كايناش، وواحد اخرى هنا ما كايناش، يعني 3.3 فولت على ما اظن، وهنا 1.5 فولت اولا 1.8 فولت، على حساب الجهاز شحال باش كيخدم البروسيسور. ومحيد هنا هذا خاص ب بافي على ما اظن، نعم خاص هذا بافي محيد من هنا، ماشي مشكل. هذا نديرو ليه شي واحد اخر. المهم غادي نحيدو ليه 12 فولت ونختارو خاصية الديود والجرس. شوفو ياك ما كاينش شورت هنا، خصوصا في البلاصه ما كاينش الفولتيه، هنا ما فيه شورت. شوفو هنا حتى هنا ما فيه. شوفو هذا الملف، نعم هذا الملف فيه شورت. هاد الملف كيعطي لهاد الفلاشة، نعم كاين الشورت. ممكن يكون المشكل من هاد الاي سي دو 5 أرجل. المهم غادي نكبرو الصورة باش يبان لكم. المهم كاين الشورت هنا، المهم كاين الشورت في هاد الاي سي هذا. المهم هاد الملف راه فيه الشورت، يعني غيكون المشكل من هاد الاي سي. غادي نحيد هاد الاي سي ونشوفو ان شاء الله. نبغى نكبر الصورة شوية باش يبان لنا الاي سي. نعبرو البلاصة ديال الملف واش باقي الشورت ولا لا. بسم الله، مشى داك الشورت ما بقاش كيف ما كتلاحظوا. كان هاد الشورت هنا لان هذا ديال الوسط الارضي، وهذا هو اللي كيخرج 3 فولت. حتى هنا ما بقاش داك الشورت، لان الفلاشة خاصها هاد جوج رجلين ما يكونش فيهم الشورت، لانهما فاش كتكون 3.3 فولت. المهم غادي نجيب اي سي اخر ونركبو ان شاء الله ونشوفو. المهم غادي نركب اي سي اخر. المهم دابا راه ركبت الاي سي. المهم غادي نتسنى حتى
حتى يبرد ان شاء الله ونجربه. المهم دابا راه ركبت الاي سي كما قلت لكم وتسنيتو حتى تبرد. غادي نصغر شويه الصوره باش يبان لينا شويه يبان لينا اش كنديرو. المهم غادي نوصلو دابا ب 12 فولت ونديرو شي قياسات ان شاء الله ونشوفو. بسم الله. المهم 3.3 فولت ما كايناش عندنا هنا. نشوفو دابا نحيدو هذا باش يبان لكم. بسم الله. دابا كاينه 3.3 فولت هنا. غادي تكون 1.8 فولت كاينه هنا كاينه وهنا ايضا كاينه. يعني نشوفو الاشاره نشوفو هنا نعم كاينه. المهم نشوفو الواجهه دابا ها هو راه خدام. يعني تم اصلاح المشكل. المهم كنتمنى الى عجبكم الفيديو الاشتراك في القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.